انا متضايق منك جدا على فكره. ليه؟ انا عملت ايه؟ عشان قليل الادب. انا قليل الادب ليه؟ قال لك تشرب ايه؟ قلت له بيبس. ايوه، في ايه المشكله؟ ما انت طلبت ساعه فواكه، ايه المشكله؟ مش تقول له لا متشكر شكرا، هو يعزم عليك زي ما عزم عليا؟ لما عزم عليا كتير قمت ضربت. عزم عليك انت، قلت له عندك ايه؟ وبعد كده رحت طالب ساحل الفواكه وقعدت تقول له عندنا شاليه المعموره بتاع ستي وعليه مشاكل وقف والكلام ده. هو مال هو؟ انا نفسي اعرف انت متربي فين. انت متربي في حمام يا لهوي. اه متربي في حمام. امشي امشي خلص. هات المفتاح. السوق. سوق ايه؟ اسوق العربيه. ده من امتى ده ان شاء الله؟ النهارده. ماشي. ايه ده؟ خد. انا كنت بهزر. ايه ده؟ علينا نعمل تعالى يا راجل، تعالى تعالى. ما تحضنيش. انسى بقى السواقه اللي انت شفتها قبل كده دي. وريني يا اخويا. ايه الاخبار؟ الحمد لله، بس انا حاسس بدوخه وصداع كده تقريبا، عندي شرقه او زكام، مناخيري مسيله. انا مالي ومال مناخيرك؟ انا جاي ازورك المستشفى. بقول لك اخبار العيال ايه؟ اخبار مين حضرتك يعني؟ العيال اللي احنا بنراقبهم. اه هاني وسيف؟ لا كليله ودمنه. عجبتك قوي؟ الله عليك يا صاحب الباكه. طب خلاص هنقضي فيها طول النهار. عملوا ايه العيال؟ مفيش ساعاتك يعني، لسه خارجين من عند المدير وماشيين زي ما انت حضرتك شايف. طب يلا وراهم بقى على طول عشان تشوف اخبارهم ايه، وانا هخش اشوف قصه المدير ده. ماشي. يلا يلا انجز. يلا حضرتك سيب لي العربيه يعني اعمل بيها. لا عربيه ايه؟ اشبط في اي مواصلات، احنا مش هنعمل مواصلات عليك. الله في الطبيعي يا باشا، ما عليا المواصلات كده مش طبيعي. يلا ضحي بقى انجز بقى، خلينا نخلص، عايز الحق الراجل اللي بيمشي. حاضر يا صاحبي السعاده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مغزى حضرتك المدير؟ والله أنا بداية من المدير لحد الفراش، مرورا بجميع الوظائف اللي موجودة هنا يا فندم. يعني مغزى مش فاهم يعني إزاي؟ ما أنت عارف حضرتك ما فيش شغل ولا في بتاع، ولا حد بيجي ولا حد بيروح ولا حد بيعمل. الكمبيوتر يا أستاذ، الكمبيوتر والنت بوظوا علينا الدنيا. أنت عارف حضرتك أنا تمن المواصلات من هنا وأنا جاي هنا ومروح بيضلعني والله. حضرتك مين؟ أنا أبو الدهب. اهلا 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 يا ابو الدهب باشا، ازي حضرتك؟ الله يخليك. انت تعرفني؟ ها؟ لا بس باين على حضرتك باشا يعني. طب انا مش هطول عليك، انا شايفك فاضي وما وراكش حاجه، بس انا هسالك سؤال واحد لباظه. الولدين اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما ادخل كانوا بيسالوا على ايه؟ هو كان في ولدين هنا؟ هاني وسيف اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما اجي دلوقتي. اه انت عارف من كتر الناس اللي بتيجي وبتخرج وبتعمل الواحد ما بقاش فاكر حاجه، وبعدين اصل انا خرجت من البيت وانا على لحم بطني، ولا شربت شاي ولا قهوه ولا حتى حاجه ساعد. معلش ملحوقه. الله يخليك. اتفضل جيب حاجه بقى عشان تجيب لي الريق كده. شكرا. هنجيب لك حاجه ساعه يا فندم. كانوا بيسالوا على ايه بقى؟ ها؟ والله هم كان ماشي بالطقم. طيب الله يخليك يا فندم. يا سيدي تشرب؟ شكرا. خلاص والله. لا يا فندم ازاي، ما تقولش كده. اتفضل كمان. اوف عرض. كانوا بيسألوا على ايه بقى؟ والله كانوا بيسألوا على عدد من الاعداد اللي كتبهم مكاوي بيه الله يرحمه. لا عدد ايه بقى؟ ها؟ عدد ايه؟ عدد من كتر الشغل الواحد ما بيفتكرش ايه الاعداد وايه البتاع. والله استنى بس هجيب لك. اصل انا خرجت من غير اكل الصبح، وبعدين البتاعة دي مليت لي بطني. هقول لك ايه؟ ما انت عارف الدنيا ملحوقة ملحوقة. اتفضل. الله يخليك يا فندم. ها شوف بقى يا سيدي. ايوه العيال دي كان بتسأل على عدد من الأعداد اللي كتبهم الله يرحمه مكاوي بيه. العدد 1000. بس أصل العدد ده ما فيش منه غير نسختين، نسخة كانت مع مكاوي بيه الله يرحمه، والنسخة التانية كانت عندنا هنا. واديت لهم العدد ده؟ لا ما هو ما بقاش عندنا. امال فين العدد ده؟ حميت الطعميه، حميت واحد نفسه يحبس بسجاره بس منين يوم. معلش ملحوقه. اتفضل. فين ام العدد بقى؟ العدد بكره هيتباع في صاله كريستال بتاعت المزادات اللي في مصر الجديده.
طيب سيد متشكرين قوي. لا بس قول لي منين وهدوك عايز العدد ده ليه؟ ابدا كان موضوع كده والله الواحد الذاكره عنده بقت تتوه وبقيت باخد ادويه علشان ترجع لي الذاكره ومفيش فايده. ناقص في السوق. ايه ناقص في السوق. طب نوفرهولك. حاضر سيدي. ايوه بس بتجيب الدواء المصري، انا عايز اجيب المستورد الحقيقه علشان تاثيره بسرعه. اه المفعول. يا سلام اقرع ونوزه. اتفضل يا اخويا. ها؟ اه تسأل ليه؟ ابدا هو اصله موضوع عائلي كده يعني، بس يعني محلول ان شاء الله. متشكرين قوي. السلام عليكم. عفو. يا ساتر يا ساتر على الناس. الجشع الجشع هيموتهم. كل حاجه ماشيه في البلد دي بالرشوه. لو ابو الدهب باشا باشا ايه ده، انت صفيح البعيد. ما زاد اللي نخشه. هو احنا معانا فلوس؟ كل فلوسنا صرفناها في الغردقه. شوية بابريكان من بتوع زمان بيعلموا في الدماغ. ولا يا عسلية انت حلو. قسما بالله يا دي انت، اديك كف على وشك اقلبك على ظهرك زي الصرصار الميت كده. كده؟ سيف انا اتغيرت اه، وعارفة ان ده البست فريند بتاعك، بس ما ينفعش يقول لنا كده. هو لو فضل يستظرف انا هبعتره. ما تحترم نفسك بقى يا اخي، جايب لي الكلام. في ايه يا شريف؟ تعالى تشوف المصيبة اللي احنا فيها يا اخي. مصيبة ايه؟ فيها سكرية انت يا حلو. على فكرة بيعاكس خطيبتك. جرايه يا سيف، ده مفيش منه خوف. اتبسط يا معلم وفرفش. حبيبي مبدئيا كده يا استاذ شريف حضرتك دمك سم. انتوا في فيتي يا جماعة، هتشتموني في فيتي؟ ده أول حاجة. ماشي. تاني حاجة، احنا نفسنا ندخل مزاد عشان نجيب مجلة ميكي ومعناش فلوس. طب ما مجلة ميكي دي يعني لما تتشقلب وتبقى جديدة ومتسلفنة بخمسة جنيه هيعملوا عليها مزاد ويتشقلبوا هتبقى خمسيناية. قول 100 يا سيدي. لا قول انت يا عم، انا ماليش دعوه. وانا خاف من ايه؟ 100. طب احنا معانا كام دلوقتي؟ يعني حوالي 300-400 جنيه اخرنا. طب واحنا ازاي بقى هندخل المزاد واحنا وانتد؟ نيلي يعني ايه وانتد بس؟ يعني مطلوب القبض علينا. هنتنكش. هنفتح المزاد على عدد نادر لمجلة ميكي. هنبتدي ب 10,000 جنيه. ايه ده؟ المجلة بتاعت العيال دي ب 10,000 جنيه؟ مش قلتلكم؟ ما انا قلتلكم 11,000 جنيه. 11,000 جنيه عند فريدة هانم. مين يزود؟ مش قلتلكم؟ ما انا قلتلكم. خلاص يا سيف، عرفنا انك شطور وقلتلنا. 11,500 جنيه. 11,500 عند الأستاذة؟ أهو مش قلتلكم؟ يا عم عرفنا انك قلت لنا نعمل ايه بقى. نتكل على الله. يلا نمشي. نتكل ايه؟ مش هناخد العدد؟ ناخد العدد ازاي؟ معناش فلوس يا بنتي. بتقولك 11,500 جنيه. 12,000 جنيه. 12,000 جنيه عند فريدة يعني. طب بقول لكم ايه، يلا نقوم نروح بدل ما اتنقط. يلا 20,000 جنيه. 20,000 جنيه عند الكابتن. مين يزود؟ 20,000 جنيه ايه؟ هتجيبهم منين؟ مش مشكله، هبيع البوتاجاز والغساله والتلفزيون. ايوه بس دول ما يجيبوش 20,000 جنيه. هبيع المكوى والسخان. ليه يا عم؟ هو كام لتر؟ 60 لتر ديجيتال وريموت كنترول. طيب ده بالصلاه على النبي عامل كام؟ ده عامل 1200 جنيه. ما يمشيش ب 500 عشاني؟ لا بص، ساعه الدفع الكلام بيختلف. وانت مالك انت هادي يعني؟ وانت هتشتريه؟ اسكت. 20,000 جنيه. الونا الادوي. 20,500 جنيه. 20,500 عند فريدة هانم. يا جماعة فريدة هانم دي لقطة، أنا لازم أبيع لها أي حاجة. أنا هروح أديها الشال ده ولا ده بتاع الكبير قوي. 30,000 جنيه. مش مشكلة، هبيع الجزامة. إيه يا سيف؟ الناس كلها بتعلي بال 500، أنت بتنط بال 10,000 على طول؟ أصل أنا أول مرة أحضر مزاد والجو عجبني بصراحة، وأنا ما بحبش حد يعلي عليا. 30,000 جنيه عند الكابتن. 30,100 جنيه. 30,100 جنيه عند مستر ابو الدهب. يا نهار اسود، وده ايه اللي جابه ده؟ عرف منين ان في مزاد؟ 30,120 جنيه. 30,121 جنيه. 30,121 ونص.